هل يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم كليم لله كموسى؟ كيف؟ هل يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم كليم للرحمن كموسى عليه السلام؟ موسى عليه السلام كل ما جاء به من كلام الله عز وجل، كلمه الله به. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فالغالب والأكثر أنه بواسطة جبريل، وكونه كلم الله ليلة المعراج هذه حالة خاصة، ولا يعتبر كليم الله، يعتبر كليم الله موسى عليه السلام. نعم.